14 فرصة من دي ماركو، باستوني 10 فرص قبل الديربي. أتحدث عن صناعة الفرص الكبيرة. الآن دي ماركو بيلعب لكرة راسية. الله 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 الله، لم يتأخر أبدا في إيطاليا. على عيونك أن تتجه إلى المدافعين. أولا هناك لقب بانتظارهم، هناك نجمة يريدونها اليوم. هذا ليس مجرد ديربي بل إنه لقب دوري. الانتر يبدأ، الانتر يضرب أولا، الراسية تأتي. انظروا إلى تشيربي، كيف لكم أن توقفوا أقوى هجوم؟ إن تقدم دفاعه حاول الآن السيطرة والتحضين والوقوف والانتظار. بيلعب لكرة تعود إليه، ترام ممكن صوب. الله 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 يا ماركوس، قصة الحب بدأت من الديربي ومن خلاله تعود، ومن خلاله تعود أجمل أهدافك في الذهاب وأغلاها في الإياب. الانتر بصوت عال، بصوت عال، إنهم يريدون إنهاء التسلق لكي ينظروا، ينظروا من الأعلى، ينظروا إلى المنظر من الأعلى، من الأعلى. هكذا كان تصريح إنزاغي، علينا أن ننهي التسلق لكي نشاهد المنظر من الأعلى. يا للمنظر، يا للمنظر، يا لترام، هي تريدك وأنت لها. اضرب، صوب، سدد. هدف لماركوس تورام، هدف قد يعيد الحسابات. هدف من أين سيأتي؟ من أين سيأتي؟ سيأتي لا، الميلان يقف، الميلان يريد أن يفسد الليلة. دفاعه يبدأ أولا، تبوري يرد على أتشيربي، فمن يرد على تورام؟ فمن يوقف هذه الليلة؟ فمن يعود بالميلان اليوم؟ يا للقطة، يا للحظة، يا للروح، يا للحماس، يا للميلان الذي يريد أن يسجل. لا شباك نظيفة، لا شباك نظيفة أمام الميلان. راسية أولى، حارس المرمى، هل تتصدى لكرة كابيا؟ الآن تعامل مع